أحلام منصور، القاصة والروائية الكردية العراقية، هي واحدة من رائدات القصة والرواية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي في العراق. ولدت أحلام من عام 1951 في مدينة خانقين شمال شرق العراق. تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة والأدب الكردي في جامعة بغداد. تسخر الحياة الأدبية لمنصور بعطاء أدبي غني باللغتين الكردية والعربية، وعرضت في رواياتها وقصصها الحياة الاجتماعية في مدينتها، وكانت من المدافعات عن حرية المرأة. سافرت في بداية الثمانينات إلى باريس لنيل رسالة الماجستير في جامعة السوربون، ومن ثم عادت إلى العراق لممارسة حياتها كأديبة وكاتبة ومن ثم أستاذة في كلية الإعلام في جامعة السليمانية، وتوفيت عام 2013.